هذا الشوط. بسم الرحمن الرحيم، متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير. انطلق من قبل لحظات شوطنا الحادي عشر المخصص لسن الثنايا ولفئة الابكار المسافة، تنطلق بقوة 8 كيلومترات حيث توافدوا أبناء الخليج. فمرحبا بكل العانين، مرحبا بالضيوف الحاضرين، مرحبا بالجماهير المتابعين، مرحبا بالجماهير المتابعين خلف الشاشات لهذه الانطلاقة مع سن الكبار، حيث تحلو المنافسة مع رقص الكبار. نبدأ بداية مع الشاهينية لراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، في رصيدها نقطة في المحلية 6. ما قبل هذا المهرجان تنطلق مع أول التحديات، بينما المركز الثاني حضرت الساعي حميد بن سعيد بن عامر النيادي. مرحبا يا النيادي، مرحبا، مرحبا بانطلاق لقد هذا الشعار الكبير، يحضر ليقدم لنا الساعية مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع شرطة علي بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري، يقدم لنا شرطة الحاضرة مع ثالث المراكز. المركز الرابع حضرت عوايد محمد بن سعيد بن ناصر المنهالي، يقدم عوايد. مرحبا أبناء الإمارات المتواجدين، مرحبا بكل أبناء الخليج الحاضرين في هذه المنافسة في هذا المهرجان الذي شهد معركة لن ينساها أبدا المحبين لهذه الرياضة. أما المركز الخامس فأتابع، هنالك الحضور من قبل الحاضرة. سوق علي بن محمد بن حماد الشامسي قدم لنا سوق مع المركز الخامس. هكذا هو ندانا الأول لهذه الأسماء، لهذه الشعارات الرنانة، لهذه الأسماء الكبيرة. بينما عودة إلى من تقود هذه الجحافل في أقوى المحافل، تتحرك الشاهينية مع مقدمة الشوط. من يقدمها؟ راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، يقدم لنا الشاهينية مع مقدمة الشوط. ثاني أتابع، هنالك الحضور في هذه الأثناء من قبل الحاضرة شرتة، انطلقت نحو المركز الثاني بهذا الانطلاق الكبير والمتميز من قبل شرتة. تنطلق مع المركز الثاني نسنس شرتة نسيمة، حرك بالأشجان من لي أصوف عديمة، ليبه زهت لوطان، لا والله إلا زهل هنا الميدان بانطلاقتها بتحرك شرطة الحاضرة مع المركز الثاني. المنطلقة بشعار علي بن سهيل بن علي اليبهون الظاهري، يقدم لنا شعار ويتحرك بتحركات شرطة المنطلقة في هذه الأثناء. المركز الثالث وتابع التحرك من قبل النيادي، أحد الأسماء الكبيرة، أحد الأسماء العملاقة، يتواجد ثالثا ويحرك لنا الساعية، حميد بن سعيد بن عامر النيادي المركز الرابع. وتابع عوايد محمد بن سعيد بن ناصر المنهالي، يحرك ويقدم ويتقدم ويتربع على رابع المراكز. أما المركز الخامس فأتابع الأسماء القادمة
الخادمة المنضمة في هذه الأثناء. اسم جديد ينضم معركة على المركز الخامس من قبل الأسماء. لحظات ونوافيكم بمن ستنطلق نحو المركز الخامس. حضرت أمواج سعيد بن محمد بن مصلح الأحبابي، من قدم لنا الظبي محقق نقطة في سن الثنايا. يتحرك الشاعر طامع بنقطة ثانية في هذا السن الكبير، في هذا السن المحبب لدى الجماهير، لدى المحبين، لدى العاشقين لهذه الرياضة. تحرك شعار بن مصلح نحو المركز الخامس وما قبل الخمس، وتابع اسماء قادمة طامعة بالسيارة النقدية، طامعة بناموس في هذا المهرجان. بينما الشاهينية ما زالت مع المقدمة، هنالك تتحكم بقبضة الصدارة، تهيمن على مجريات أمور هذا الشوط. بتحركات بن حباب تنطلق الشاهينية وأبناء الشحانية يتقدمون، بينما أتابع شرطه الظاهري مع المركز الثاني. تقتفي الشاهينية مباشرة على ثاني المراكز المركز الثالث. التحرك من قبل الساعية أحمد بن سعيد بن عامر النيادي، يتحرك النيادي ويتراجع إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع فهو تابع، ما زالت عوايد محمد بن سعيد بن ناصر المنهالي يقدم عوايد على المركز الرابع المركز الخامس. يهمنا اسماء قادمة في هذه الأثناء، تحركت في هذه اللحظات مكحولة. خليفة بن محمد بن عفصان الخيلي يقدم لنا مكحولة، حضرت مكحولة وانطلقت في هذه الأثناء. وكذلك تحرك شعار بن مصلح وانطلق هنالك الاكتبي، وحضر كذلك القادم العامري. يهمنا اسماء قادمة، بدأت المعركة تحلو في هذه الأثناء، ما بين الكبار، ما بين العمالقة، ما بين الفطاحلة، من أجل السيارة النقدية، من أجل الناموس في هذا المهرجان. وكذلك بحضور الكبار، الشاهينية ما زالت هي القائدة، بينما شرطة تتحرك في هذه الأثناء رويدا الظاهري مع ثاني التحديات. المركز الثالث النيادي، والله إلا ولع الشوط في هذه الأثناء من قبل تحركات النيادي ومن قبل وصول عوايد وبن مصلح. يتحرك نحو المركز الخامس. يهي من أسماء حاضرة في هذا الشوط. كذلك أتابع وياكم هذه الأسماء، بينما شرطة تحركت في هذه اللحظات وانطلقت إلى المركز الأول، والنيادي يتحرك ليقدم لنا الساعية، من تسعى بكل قوة لتحقيق سيارة في هذا السن. النيادي عودتنا على اختطاف الأشواط، وعودتنا على الحضور المشرف في كل الميادين، فكيف لا في هذا الشوط. الشاهينية إلى المركز الثالث، راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، وكذلك عوايد المنهالي تتحرك إلى المركز الرابع. أيضا أتابع مكحولة وانطلقت هنالك شعار بن مصلح ليقدم لنا أمواج. فتحركت الأمواج وتلاطمت الأمواج، ياهي من معركة. وصلت رسيل مرحبا في رصيدها رمزين وهذه البطلة، تتحرك إلى وسط المعركة يا الصعاق. لكن عودة إلى شرطة، عودة إلى الظاهري والنيادي والمنهالي وبن مصلح. شرطة الظاهري، تحرك المنهالي في هذه الأثناء. عوايد تعود في هذه اللحظات. المعركة الطاقة
ارواحنا من اجل السيارة النقدية. انطلقت عوايد المنهال في هذه الاثناء. يا قوة الشوط، يا محل المعركة ما بين الكبار والعمالقة، شرط الظاهري والساعية تتحرك في هذه الاثناء للنيادي. وكذلك امواج بن مصلح الاحبابية، المنهالي يتقدم الاسماء، المنهالي في هذه الاثناء. الكيلومتر الاخير، كيلو السيارة يا المنهالي، بينما هنالك الظاهري يقدم شرته، والنيادي مع المركز الثالث، بن مصلح مع المركز الرابع، رسيل الصعاق تتحرك هامسا، الامتار الاخيرة، بينما هنالك عوايد تتقدم بكل متانة، تتحرك بكل شراسة، تنطلق بكل صرامة مع اول المراكز المركز الثاني. شرتها الظاهري تتحرك. السيارة لمن من هذه الاسماء؟ السيارة النقدية، بينما بن مصلح والنيادي على المركز الثالث. شرتها عوايد، المنهالي، الظاهري. اللحظات الاخيرة، الامتار الصعبة، امتار الناموس والانتصار. تحركت عوايد، صاحبة العوايد انطلقت هنالك بشعار المنهالي، يقدم عوايد محمد بن سعيد بن ناصر. المنهالي سلام، يا المنهالي سلام، انطلقت بكل قوة، بينما ما زالت شرط الظاهري وعوايد المنهالي، الظاهري. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، عوايد تحقق الناموس والانتصار. والسيارة النقدية مع عوايد، سلام يا محمد بن سعيد بن ناصر، المنهالي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شرط علي بن سهيل الظاهري، المركز الثالث امواج سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي، المركز الرابع الساعي حميد بن سعيد النيادي، المركز الخامس حضرت هنالك مكحولة لخليف بن محمد الخيلي. هكذا متابعينا في كل مكان، حضرت عوايد لمحمد بن سعيد بن ناصر المنهالي بتوقيت زمني 12 دقيقة 24 ثانية 65 جزءا من الثانية، بينما أتت مع ثاني المراكز شرطة علي بن سهيل الظاهري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 25 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لك على هذا الفوز وعلى هذا الناموس، بينما أتت مع ثالث المراكز حضرت أمواج لسعيد بن محمد بن مصلح الأحبابي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 26 ثانية 71 جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس.